السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الاثنين 26 من شهر أبريل 2021، خبر جد مهم وعاجل صراحة صدمني، صراحة صدمة كبيرة. الآن جئت من العمل ودخلت إلى البيت، أحببت أن أرتاح إلى أن يصل وقت الإفطار، وبعد ذلك بدأت أقرأ التعليقات كي أجيب على بعض الأسئلة من عند الأصدقاء، فوجدت بالتعليقات بالفيسبوك وباليوتيوب كثير من الأصدقاء يرسلون لي فيديو لاعتداء على شاب سوري في مقتبل العمر، عنده 17 سنة. اعتداء صراحة، عندما شاهدت الفيديو انصدمت صدمة كبيرة كبيرة جدا جدا، عندما رأيت رجلا عنده تقريبا 39 سنة أو 40 سنة، ألماني الجنسية، وهو من اليمين المتطرف، من العنصريين الجبناء أصدقائي الفاشلين، بدأ يضرب شابا في مقتبل العمر ويعتدي عليه اعتداء غشيما للغاية أصدقائي. صراحة انصدمت من الفيديو، سأحكي لكم القصة وأحكي لكم التفاصيل وأيضا ما قامت به الشرطة الألمانية أصدقائي. المهم، الحادثة حصلت في مدينة إيرفورت في مقاطعة تيورينغن. إيرفورت هي عاصمة مقاطعة تيورينغن التي توجد شرق ألمانيا، ونشرت عليه أيضا الصحافة الألمانية، نشرت عليه جريدة بيلد، نشرت عليه جريدة شبيغل، نشرت عليه ونشر عن الخبر أيضا موقع الإخباري والصحفي للشرطة الألمانية. تكلمت الشرطة الألمانية وقالت حصل الأمر ليلة الجمعة ليلا، كان هناك شتراسنبان بمدينة إيرفورت ليلا، وكان هناك قاعد شاب سوري عنده 17 سنة ويحمل هاتفه. بعد ذلك جاء عنصري جبان أصدقائي من العنصريين اليمين المتطرف، ووقف بجانب الباب يحب أن يخرج، بدأ يضرب الباب ويقول لسائق شتراسنبان أو أوقف الباب وافتح لي الباب. بعد ذلك نظر إلى الشاب السوري وبدأ يسبه ويشتمه. الشاب السوري لم يرد عليه وبدأ يسبه ويشتمه، ثم بدأ يبصق عليه، وبعد ذلك تجرأ أن يركله بالرجل، يعني ركله مرات متعددة بالرجل على الرأس. بعد ذلك سحب العنصري من الشاب السوري هاتفه وقام بضرب هاتفه على الأرض من أجل أن يقوم بتكسير الهاتف وتخريب الهاتف. اعتداء عنصري، اعتداء غاشم. بعدها قام شهود العيان وشخص صور الحادثة، انتشرت أصدقائي بالصحافة وبكل مكان، وصلت إلى الصحافة الألمانية إلى الشرطة. شرطة مدينة إيرفورت بسرعة جاءت إلى عين المكان، أخذت التقارير والتحضيرات، شاهدت الفيديو وعرفت من هو هذا العنصري. هو ألماني حسب الشرطة الألمانية، اسمه كريستيان، وهو معروف بالمخدرات وبالعنف وبالجرائم. بعد ذلك عملوا يعني بحث كبير على هذا المجرم الجبان، واستطاعت أصدقائي الشرطة الألمانية من إلقاء القبض عليه، ولله الحمد الآن ألقوا عليه القبض ومسكوه وأخذوه الآن إلى التحقيقات. نتمنى له أقصى عقوبة، وأيضا نتمنى أن يصل هذا الخبر إلى عدد كبير من الصحف ومن السياسيين وأيضا إلى الألمان. يجب أن يصل إلى الألمان، لأنه خطورة اليمين المتطرف هي ليست فقط خطرا على الأجانب، إنما هي أيضا خطر على الألمان، وخطر أيضا على الأوروبيين، وخطر كامل على العالم. وأنتم أيضا أصدقائي انتبهوا في هذه الفترة، انتبهوا دائما، لا تخرجوا ليلا، لا تخرجوا إلا عندما يكون عندكم شيء مهم وضروري، وأرجوكم دائما يكون عندكم رقم البوليس، بسرعة تتصلون بالشرطة، بسرعة تطلبون النجدة وتصرخون كي يأتي الناس وينجدونكم. وعلموا أبنائكم وعلموا نفسكم أيضا رياضة الدفاع على النفس من أجل أن تدافعوا على نفسكم. ونتمنى السلام والأمان للجميع. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.